السلام عليكم متابعينا الكرام. في فيديو جديد سنتكلم هذه المرة بطريقة شاملة عفوية إلى حد ما عن البرامج المعمارية. أفضلها في الساحة الآن، أكثرها شهرة، ما هي أهم البرامج التي يجب تعلمها أو التعامل معها؟ فكما تعلمون هناك الكثير منها، ما يجعل العديد خاصة الطلاب الجدد في حيرة من أمرهم. البرامج المعمارية هي أدوات مساعدة في مرحلة التصميم لتوفير مختلف المخططات المعمارية، المقاطع، الواجهات، نماذج ثلاثية الأبعاد للمشاريع، صور ومشاهد شبه واقعية كمحاكاة للعمل قبل التنفيذ. من أجل هذا يتم اتباع سير عمل محدد. عموما نمر بثلاث مراحل: المودلين، الرندرين، والبوست برودكشن. في المودلين نستعمل برامج 2D و3D لرسم وتشكيل المخططات والنموذج ثلاثي الأبعاد، ثم ننتقل لبرامج وإضافات مخصصة للرندرين لنقوم بعرض وإنتاج هذا النموذج، ثم مرحلة البوست برودكشن أو ما بعد الإنتاج للتعديل وإخراج الصور والمشاهد وإضفاء الواقعية أكثر عليها. الورك فلو الجيد يكمن في اختيار البرامج واختيار طريقة العمل على هذه البرامج للوصول إلى النتيجة المرجوة. فكما سترون كل برنامج ممتاز من ناحية معينة ويوفر إمكانيات خاصة تجعله يتميز في شيء معين، فبناء على الغرض والهدف الذي تريد تحقيقه تقوم باختيار البرامج التي توفر لك الوقت، الجهد والجودة. لذلك سأساعدك لأقدم لك أفضلها في الساحة، مميزاتها، عيوبها، مع بعض النصائح بحكم أنني قمت بتجربة العمل على العديد منها، وفي الأخير سأقدم لك بعض الاقتراحات حسب وجهة نظري. ستكون هناك ثلاث فيديوهات منفصلة لتجنب فيديو واحد طويل. هذا الفيديو سيكون عن برامج المودلين، ثم فيديو عن برامج الرندرين، ثم فيديو منفصل عن أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة في المجال المعماري. نبدأ بالأشهر على الإطلاق، الأوتوكاد من شركة أوتوداسك. غني عن التعريف ومن الأساسيات، قوي جدا من ناحية الرسم ثنائي الأبعاد، ويوفر مرونة وسهولة لرسم مختلف المخططات أو أي شيء هندسي ثنائي الأبعاد. رائع جدا من هذه الناحية. أنصحك بتثبيت إضافة YQArc معه، مفيدة جدا وتساعدك على العمل بسرعة كبيرة. الأوتوكاد يمكنك أيضا من عمل نماذج ثلاثية الأبعاد، لكنني لا أنصحك باستعماله كبرنامج لـ3D. هناك برامج أفضل بكثير من هذه الناحية. برنامج الريفيت من نفس الشركة أوتوداسك، أهم برنامج على الإطلاق لأي مهندس معماري وحتى مهندسي الإنشاء ومهندسي الكهرباء والميكانيك وغيرها. يعمل بنظام البيم Building Information Modeling، أي تصميم نموذج للمبنى يحمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالبناء في جميع مراحله. يتيح ذلك لجميع الأطراف من العمل على نموذج واحد متكامل ومتسق. طريقة العمل عليه لا تقوم برسم الأشكال، ولكن بوضع عناصر محددة تحمل كامل البيانات. إذا تم تغيير أي عنصر يقوم برنامج البيم بتحديث النموذج ليعكس هذا التغيير. فمثلا يتم وضع الجدار بسمكه، طبقاته، مكوناته، مادة البناء والعزل إلى آخره. يمكننا التعبير عنها على أنها عملية بناء كامل بجميع مراحله لكن في البرنامج. الأركيكاد برنامج بيم آخر، في الواقع هو الأقدم في هذا المجال، من شركة جرافيسوفت. بصراحة لم أستعمله إلا لفترة وجيزة. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وفعالة، سهل التعلم والاستعمال مقارنة بالريفيت، لكن الريفيت يتفوق من حيث الشمولية الشعبية والتي توفر المكتبة الكبيرة من المودلز الفاميليز والعناصر وحتى الشروحات، وكذلك من حيث الطلب في سوق العمل والتوافق مع البرامج الأخرى. برنامج 3DS Max، كما يدل اسمه برنامج مخصص لـ 3D Modeling، عملاق هذا المجال من شركة Autodesk كذلك. يوفر مجموعة كبيرة من الأدوات تتيح لك عمل نماذج ثلاثية الأبعاد مهما كانت معقدة. يمكنك تقريبا من نمذجة أي شيء. نظام العمل فيه جيد جدا، يعمل على ما يسمى بالموديفايرز للتعديل على الشكل الأساسي حتى الوصول إلى تشكيل النموذج، كما تمكنك من تعديل الإعدادات والعودة إلى أي مرحلة من مراحل التشكيل. زيادة على ذلك يقبل تثبيت العديد من الإضافات لمساعدتك على العمل بكفاءة أكثر، ولا يقتصر على عمل نماذج فقط بل وحتى تحريكها. هذا دون أن ننسى الكمية الضخمة من المودلز التي ستجدها متوفرة بسبب الشعبية الكبيرة لهذا البرنامج واستعماله من طرف العديد من المحترفين. ربما أحد عيوبه أنه معقد نوعا ما، خصوصا عند البداية، تجعل العديد ينفر منه أو يشعر بالتخوف عند استعماله، كما أنه في بعض الأحيان يتطلب أخذ خطوات كثيرة ووقت أكثر للوصول إلى شكل معين،
بالمقابل يمكنك الحصول على نفس النتيجة في برامج أخرى بطريقة أسهل. لكن الناحية المعمارية عموما، سواء تعمل على التصميم الداخلي أو الخارجي، سيكون مفيد جدا. برنامج SketchUp محبوب الجماهير والغني عن التعريف. برنامج ثلاثي الأبعاد بسيط، سهل الاستخدام، سهل التعامل والتعلم، جيد جدا كبداية. فهو يسمح بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بسرعة وفعالية، مما يجعله مثاليا للتصميم السريع والتجريبي كذلك. قوته تكمن في المجموعة الكبيرة من الإضافات التي تغطي على عيوبه وتفتح آفاق كبيرة في التشكيل. فالبرنامج بدون إضافات بسيط جدا، لكن بوجودها يصل إلى مستويات متقدمة. يتوافق مع العديد من البرامج الأخرى، وأهم نقطة المكتبة الضخمة المفتوحة من المودلز الجاهزة التي يوفرها على الموقع الرسمي. لكن يبقى برنامج أساسي محدود نوعا ما، خصوصا مع الأشكال المعقدة التي تتطلب استعمال العديد من الإضافات. نفس الأمر مع الأشكال العضوية والحرة، حتى وإن تم تشكيلها بصعوبة لن تكون بالجودة اللازمة. برنامج الراينو 3D برنامج فريد من نوعه، قوي واحترافي جدا. الخيار الأول والأفضل لعمل نماذج ذات أشكال حرة وعضوية، البارامترية والهياكل المعقدة. حرفيا يعطيك كافة الأدوات لعمل ذلك، أحد البرامج المستعملة في أقوى الشركات كشركة زها حديد. الراينو يأخذ مستوى المودلين لمستوى مختلف تماما. يأتي مع إضافة قوية جدا، الجراس هوبر، الذي يتيح لك عمل نماذج معقدة عن طريق البرمجة البصرية، مما يوفر تفاعلا فوريا مع التغييرات في التصميم واختبار الأفكار ورؤية تأثير التعديلات على الفور. مرونة تامة في التحكم بأعقد الأشكال، كما أن الراينو يتوافق مع العديد من البرامج الأخرى. عيبه واضح أنه معقد، ليس لصعوبته ولكن لكثرة الأدوات والأوامر والاحتمالات الكثيرة التي يفتحها، ما يأخذ وقت كبير للتعلم والاعتياد عليه. إضافة إلى أن الجراسوبر الذي يعتبر في حد ذاته برنامج برمجة داخل برنامج آخر، على الرغم أنه في السنوات الأخيرة انتشرت الكثير من الشروحات عنه. برنامج السينما 4D برنامج قوي ينافس 3DS ماكس، يسمح بإنشاء مجموعة متنوعة من النماذج بكفاءة ودقة، سهل الاستخدام نوعا ما. بالنسبة لي كان مدخلي لعالم 3D قبل حتى أن أدرس الهندسة المعمارية. يركز أكثر على عمل المؤثرات البصرية VFX وتحريك الرسوم وغيرها، وتم استعماله في العديد من الأفلام. فهو أقل تخصصا في المجال المعماري ولا يتناسب كثيرا مع البرامج المعمارية الأخرى، ما جعلني أتوقف عن استعماله. هناك برامج أخرى كالبلندر والمايا والهوديني قوية جدا في مجال 3D مودلين وتوفر إمكانات عالية، لكن ليست تماما ذات توجه معماري. الآن إذا كنت جديد في هذا المجال، ماذا تختار؟ بكل بساطة تختار البرنامج الذي يخدم هدفك أو النتيجة التي تريد الوصول إليها. فإذا كنت مثلا تهوى الأشكال المعقدة والعضوية، فالأفضل أن تعمل على الراينو. أما إذا كنت مثلا تفضل البساطة أو تسعى للتصميم الداخلي فقط، فسكتشاب قد يفي بالغرض. عموما حسب رأيي الشخصي، الأوتوكاد شيء مفروغ منه. أنصح بتعلم الريفيت بشدة، فهو ضروري جدا للعمل المعماري. أما بخصوص 3D، يمكنك البدء بسكتشاب، أصلا لا يتطلب ذلك الجهد والوقت للتعود عليه، لكن عليك الانتقال إلى 3DS Max أو الراينو للاحتراف أكثر. أما عن الرندرين فسأخبرك في الجزء الثاني، فحرص على مشاهدته. نصيحة أخرى أيضا، حاول أن تحترف برنامج 3D معين احترافا تاما، ثم يمكنك تجربة برامج أخرى والتعرف عليها. فمثلا أنا منذ الجامعة كنت مهووس بمجال 3D، فكنت كل مرة أنتقل من برنامج لآخر، أجرب العديد منها وأسعى لتعلم برنامج جديد كل مرة. جعلني هذا أعرف العمل على العديد منهم، لكن لست محترف تماما في واحد محدد. يعود هذا بنتيجة عكسية، خصوصا في سوق العمل، حيث ستجد العديد من المكاتب والشركات تعمل على برنامج محدد وتشترط الاحتراف فيه، وهذا موجود حتى مع بعض العملاء في العمل الحر. لذا حاول على الأقل الاحتراف والتمكن التام من برنامج محدد، ثم يمكنك تجربة الأخرى وتوسيع مهاراتك. وتذكر أن هذا ليس العمل الأساسي للمهندس المعماري، لكنه مهارة وأداة تمنحك أفضلية كبيرة. فأنت عندما تتخرج من الجامعة ستكون بلا خبرة تماما، ومهاراتك خصوصا في البرامج المعمارية هي التي تفتح لك الطريق في البداية. نكتفي بهذا حتى الآن، شاركنا رأيك في هذه البرامج أو غيرها في التعليقات، يمكن أن يستفيد من تعليقك الكثيرون. لا تنسى متابعتنا ومشاهدة الجزء الثاني الذي سيكون خاص ببرامج وأدوات الريندرين. سلام.